الوشا. أنا مع القضايا دي جداً، مش هقولك أنا مش هقدمها، بس مش بالواقع الصادم اللي احنا بنعمله ده. يعني بلاش أديها لك كشاف، ديره بالراحة. يعني بمعنى إنه لو هنتكلم على شواذ موجودين في المجتمع، بس هتتكلمي بإزاي وبأني طريقة وبأسلوب لائق ولا مش لائق، بحلقات تندمي عليها ولا ما تندميش، لو حد من التينيجرز أو المراهقين بيتفرج عليها هيتقبلها إزاي. يعني مش انت اللي تتكلمي، يعني احنا عندنا مشكله كبيره جدا ان المذيعين بيقولوا رايهم وانا مش مع انهم يقولوا رايهم تماما. انا مش عايزه اسمع رايك انت، انا عايزه اسمع حد متخصص، حد جهه بتتكلم في الموضوع ده، جهه متبنيه الموضوع ده. انا عايزه اتكلم في الموضوع دي جدا، وعايزه اتكلم في حاجات كتير جدا، والجن والسحر، في سحر وفي جن، بس هتتكلمي فيه ازاي؟ يعني ما ينفعش تهمشي العلم، تقول لك لا انا هجيب شيخ يطلعه منه فيضربه على، يعني مش هجيب له كرباج، انا طلعت منك انت تمام. لا، هجيب ناس تتكلم، اعرف منين ان انا مثلا معمولي سحر. مش كل حاجه اقعد لك ما اتجوزتش يبقى معمول لها عمل، تلفزيون وقف معمول لك عمل، ما فيش حاجه اسمها كده، مش حاجه اسمها كده. اهدي شويه على نفسك يا فاهمة، هتيجي. انت بتعملي اللي عليكي ولا لا؟ يعني بتحصني نفسك ولا لا؟ احس انا عايزه ناس تيجي تقول لك تحصني نفسك ازاي، تعرفي ازاي لو فعلا معمول لك حاجه من دي ازاي تتفك. مش حاجه اسمها ان انا اروح لاي حد، اي حد هيستغلك، هيقول لك فلوس، هيقول لك حاجات ثانيه، ما احنا بنسمع كوارث. فلا، انا عايزه بقى الكلام اللي بجد. يعني انا زهقت بقى لما اجيب واحده تقرا لي الفنجان وبعد ما اقراها خوفتي العيال كلها، خوفتي الناس كلها. طب ما هو فين وبعدين؟ يعني احنا نتعامل ازاي؟ ازاي ان ربنا خلى ان في عالم هم شايفيننا واحنا مش شايفينهم، وتقولي ايات واحاديث معينه وحاجات تحصنك انه عشان ما تقربيش للعالم ده. هتعرفي تقربي للعالم ده وانت حاميه نفسك؟ اوكي. مش هتعرفي ما تلعبيش في الملكيش فيه بقى. فاهم يعني؟ مش هجي افتح للناس سكه واسيبهم وبعدين. لا بص، ما ينفعش اقيم زمايلي وانا في الوسط وشهادتي مجروحه، واكيد صحابي يقعد اقول لك ده احسن واحد في الدنيا واقعد اطبل بقى وبتاع. انا شايفه بس انا مشكلتي معاهم ان هم بيقولوا رايهم، بقوا بيقولوا رايهم وفجاه تلاقيه راح لازم يغير رايه عشان يركب اللي جاي ويبقى مع اللي جاي. طب ليه؟ ما تقولش رايك، طلع ناس هي اللي تقول رايها، مالكش دعوه. يعني احنا لازم نتقبل راي وراي الاخر، بس مش هتقبل من مذيع ان هو يبقى عنده راي وراي اخر في نفس ذات اللحظه. لا، مش هتقبل.